اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. ترند الترند النهارده هيكون الكلام على مباراه الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي. الاهلي بيستعد لهذه المباراه النهارده، اول تدريب بعد الراحه السلبيه اللي كانت بالامس، بالتاكيد استعدادات مختلفه، تحضير نفسي وذهني وفني لهذه المباراه. لذلك في هذه اللحظات بذهب مباشره الى ملعب مختار التتش بالجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، موجود في قلب التدريب لمتابعه كل الاستعدادات واخر اخبار الفريق قبل هذه المواجهه المرتقبه يوم السبت القادم. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل جمهور النادي الأهلي. طبعا مباراة صعبة جدا وقوية وفي توقيت وظرف بالتأكيد الجهاز الفني بيستعد لها استعداد خاص جدا ولا بديل عن الثلاث نقاط. آخر أخبار الفريق وآخر الاستعدادات والحالة النفسية والحالة الفنية للفريق في هذه اللحظات. بالتاكيد طبعا زميلي محمد، زي ما انت اكدت مباراه غايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي، لا بديل بالفعل عن الحصد لثلاث نقاط، لكن ان شاء الله باذن الله محمد يعني لعبتنا على قدر المسؤوليه تكون في هذه المباراه، تركيز كبير والاستعداد قوي جدا من الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني. النهارده انت عارف كان في راحه او كان في تدريب بسيط جدا ريكفري طبعا بعد المباراه مباشره، 24 ساعه راحه ثم بيبدا النادي الاهلي استعداد قوي لمباراه فيتا كلاب لتكون ان شاء الله على استاد القاهره في تمام الساعه 9 مساء. يمكن النهارده لو بتكلم على التدريب في البدايه كعادة بيتسو موسيماني، محاضرة فنية بدأت 2:30 انتهت 4:15، يمكن التدريب طبعا كمحدد ليه محمد يكون الساعة 3، لكن بدأ التدريب 4:15 طبعا ببعض الفقرات البدنية، لكن واضح النهاردة في شغل كبير جدا بالنسبة للتكتيك الشوتينج على المرمى، بعد طبعا الأمور الخاصة بالتكتيك أمور كلها بيحاول بيتسو موسيماني قراءته لمباراة فيتا، بيتابع بشكل مستمر مباراة فيتا وبيحاول كمان تجهيز العدد اللي متواجد من لاعبي النادي الأهلي، لأن محمد يمكن في بعض الأمور كده شفناها النهاردة في بعض اللعيبه كنا عارفين طبعا ان هي عندها اصابات، يعني علي معلول معروف ووليد سليمان معروف، لكن في النهارده شفنا محمد مجدي قفشه لم يشارك في التدريب بالكامل، شارك في جزء بسيط جدا، طمنا من دكتور احمد ابو عبله قفشه يمكن كان عنده كدمه وعمل اشعه امس اطمن بشكل كبير جدا على ركبته، لكن انت عارف التأني مطلوب جدا بالنسبه لي كل اللعيبه لان المرحله مهمه وفيها تحديات كبيره، فيمكن محمد مجدي قفشه النهارده لم يشارك في التدريب، يعني جري بسيط جدا، تدريبات منفرده، هيتعمل له فحص طبي غدا على اساس انه يكون متواجد في التدريب الجماعي او كمان يكتفوا براحته الغد. مع محمد مجدي قفشه ايمن اشرف كمان النهارده شارك في جزء بسيط جدا، يعني يمكن هو الجري بس حول الملعب، لكن على طول مباشره الدكتور احمد ابو عبله يمكن راح له اتكلم معاه، عنده برده الام بسيطه في منشا العضله الاماميه، فيمكن الدكتور احمد ابو عبله كمان اطمن عليه بشكل كبير، ويمكن اتكلم مع بيتسو موسيماني قال له يمكن ايمن اشرف هيريح خالص، هيبقى عنده تدريبات بسيطه جدا في الجيم، لكن كمان الفحص الطبي يكون غدا بالنسبه لمجدي قفشه وايمن اشرف. لكن اللي بيعود النهارده هو كل جديه الحقيقه في التدريبات، اثنين نجوم النادي الاهلي اللي بيتمنى يكونوا موفقين بشكل كبير جدا على راسهم، محمد الشناوي بيعلن جاهزيته بشكل كبير جدا النهارده، بيأدي تدريب مميز وقوي جدا، الشناوي واحد من اعمده الرئيسيه في النادي الاهلي، دفعه كبيره جدا ليه وروحه الكبيره جدا وانكار الذات اللي بنشوفه مع الشناوي واصراره الكبير، ده اللي بيخلينا عندنا ثقه كبيره جدا فيه مهما كان الالم ومهما كان الاجهاد، لكن جمهور النادي الاهلي اما بيكون خلف اللعيبه بيكون فيه دعم كبير جدا، بيتنازل اي لعيب عن اي الم او اي كدمه، الاسعاد ده كله جمهور النادي الاهلي. محمد هاني كمان زميلي محمد كان عارفين طبعا محمد هاني النهارده يمكن اتاخر شويه على التدريب، لكن كان باذن اداري من الكابتن سيد، لكن كان عنده امتحان النهارده وبيعلن كمان جاهزيته. محمد هاني كان عنده كدمه في العضله الاماميه النهارده، يمكن قبل المران على طول كان في فحص طبي سريع لمحمد هاني وبيشارك في التدريب بالكامل بكل جديه وبكل حماس. مع محمد هاني ناصر ماهر كمان اللي حابين نطمن وناكد على جاهزيته الكبيره جدا النهارده، شارك بقى في الجزء محمد عارف طبعا من ناصر ماهر كان شويه من موضوع الالتحامات، كان بيتدرب بس تدريبات الكره الحاجات اللي ما فيهاش اي التحامات، خد جزء كبير من التدريب، واضح ان ناصر ماهر عنده اصرار كبير جدا وجاهزيته ان شاء الله تكون موفقه خلال الايام القادمه، محتاجين كل اللعيبه محمد انت عارف المرحله مهمه وتحديات كبيره. تمام، نرجع لنا عدد من اللاعبين نطمن عليهم وبنشوف التدريبات، ده امر بيكون مهم جدا. اكيد زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب مختار التتش، يمكن طمنا بشكل كبير على استعداد الفريق، يمكن الحمد لله طمنا على الشناوي ابتدى يخش للتدريبات الجماعيه هيكون جاهز لمباراه السبت، لكن باذن الله خلال ال 24 ساعه الجايه نطمن على قفشه وايمن اشرف ان هم يكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه ويكونوا جاهزين لمباراه السبت باذن الله.